فمثلا مصلحة التموين، مصلحة المصلحة العامة للمدرسة، مصلحة الضخائر، مصلحة اللباس إلى غير ذلك، كانت كل على رأسها ضباط صف. كيف كان يتعامل أعباب مع أعبابه مع من يخطئ أو يتقاعس من الضباط؟ أعبابه كان صارما جدا في كل معاملته، كان صارما، ولكن لم يكن له أصدقاء أو مقربين من بينكم؟ لا أعتقد، لا أعتقد أن أن أنه كان لعبابه مقربين من الضباط، على الأقل حسب ما رأيت عندما مع من كان يسهر؟ مع من كان يقضي أمسياته؟ عبابه كان يستضيف الكثير من الشخصيات البارزة في من الخارج؟ من الخارج يأتون إليه من الخارج؟ كانت له فيلا فاخرة، ولكنه رغم ذلك كان يأتي مرارا وتكرارا، كان يزورنا بين الفينة والأخرى، كان يأتي إلى نادي الضباط ويجلس معنا بمرح ويتبادل. لكن كنتم تشعرون أن هناك عزلة وفجوة ومسافة كبيرة بينكم وبينه؟ الرجل كان رئيسا للوحدة، وكان مديرا للمدرسة، وكانت له هيبته في الجيش كله. كنتم تحبونه أم تهابونه؟ الحقيقة أقولها للتاريخ، كان هناك مزيج من الإعجاب ومن الخوف من عبابه. كان مزيج من الإعجاب لأنه كان يخدم بالليل والنهار، ولم يكن يتورع حتى عن سرقة بعض معدات البناء من أجل بناء المدرسة. هذه من جهة، من الأهالي، من الأهالي. المهم كانت هنالك بعض المصادر تحدثت عن ذلك، أنه كان يسرق مواد البناء من الأهالي ويبني بها المدرسة. نعم، ويبني بها المدرسة. بعض المصادر وصفته أيضا بأنه كان طاغية ومستبدا. يعني أقول كان مستبدا، ولكن في الإنصاف للرجل أريد أن أكون منصفا جهد المستطاع، فالرجل مقابل هذا كان يخدم بالليل والنهار، وجعل من المدرسة مدرسة ذات شهرة أقول في إفريقيا، نظرا للتجهيزات ونظرا للإنجازات التي حققها في المدرسة. ولكن حيال هذا كان يتجاوز القانون. ما هي التجاوزات التي كان يقوم بها؟ التجاوز مثلا، من بين التجاوزات كما قلت، فالضابط عندما كان يخطئ أو يقع في غلطة من الغلطات كان يرسله إلى السجن المحاذي لسجن الطابة. معنى ذلك أنه كان يخالف القواعد العسكرية حتى في العقاب؟ كان يخالف القواعد العسكرية حتى في العقاب، ولكنه في المقابل لم يكن يظلم أحدا. كيف كان لم يكن يظلم أحدا؟ يعني ما رأيت عبابه مثلا تجاوز حده وأخذ ضابطا من الضباط وتجنى عليه، جنى عليه هكذا. دائما يكون العقاب جراء غلطة فادحة. لكنه صنع قانونه الخاص به وطبقه داخل المدرسة. نعم. بعيدا عن القوانين العسكرية العامة للجيش. بعيدا عن القوانين للجيش. قلت أنه كان يتمتع بعلاقات وثيقة مع إدريس بن عمر الذي كان رئيسا لأركان الجيش، وكان هناك كثير من الضباط وقيادات الجيش كانت تأتي إليه. هل كانت له أي علاقات بالملك؟ أعبابه لا أعتقد. العلاقة الوحيدة على حسب ظني هو أنه عندما كان مساعدا من الضباط المساعدين في القصر، أعتقد أنه كانت له علاقة مع الأمير مولاي عبد الله، كان مرافقا له. مرافقا. هل كان لديك أي معلومات عن العلاقة التي كانت تربط بين الجنرال المذبوح وبين أعبابه؟ علمت فيما بعد، طبعا أنا كنت حديث عهد بالمدرسة، وكنت من موقعي كضابط صغير يمكن أن أتعرف على الأشياء التي تكبرني، ولكن ما كنت أسمع هو أن أعبابه والمذبوح ينتميان إلى منطقة واحدة، إلى الريف، وهذا أساسي جدا فيما سيأتي فيما بعد. كيف؟ هل العلاقات التي تربط بين الناس هنا في المغرب من ناحية القبيلة أو من ناحية البلدة أو من ناحية الناحية يكون لها تأثير في العلاقات الإنسانية في الحياة؟ نعم، نعم، هنالك تأثير كبير. فلان من قبيلتي، فلان من عشيرتي، فلان مثلا من قريتي، هذا يقدمه على 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 أشياء أخرى وعلى آخرين في لا العلاقة؟ لا أقول، بعض في لما كنا في الجيش كثير من
قواد الجيش كانوا طبعا يلتجئون إلى خدمات أبناء بلدتهم. كأن هذا بعدا إنسانيا موجود في معظم أنحاء العالم أيضا، أن الناس اللي من قبيلة واحدة أو من بلدة واحدة أو من نواحي واحدة يكون بينهم نوع من الود إلى حد نوع من الحميمية، نوع من الود. وقلت هذا لعب دورا كبيرا، والكل يعلم أحداث الريف لما تعرض له الريف. الريف تعرض لقمع يعني فظيع، وطبعا جميع تلك المنطقة التي طبعا دكت على آخرها، ودكت كثير من الدواوير ومن المداشر في الحرب التي يعني في الطائرات، الكل يعلم هذا في تاريخ المغرب، ترك نوعا من الحزازات ونوعا من العقول الحقد. في أي الفترات تقصد؟ فترة 58-59 وقعت أحداث في الريف، ولكنها قمعت بشكل فظيع، هذا من التاريخ المغربي. وأعتقد هذا ما زاد تقريب المذبوح من عبابه أو عبابه من المذبوح.